بخيرك يا ربي. يا الله دخيلك لك مصطفى، مصطفى مصطفى قوم لقلك خليني زبط المخدة بلكي بيمشي الحال. اي وقف شخيرك بدي نام بقى. ما عم بشخر أسية، ما عم بشخر. ما أنك عم تشخر، عم بفتري عليك أنا، عم تشخر ومثل الغول. خلص اسكت. دخيلك يا ربي بدي نام، شو بدي أعمل؟ مصطفى عم فكر بمحكمة ملك بعد بكرة مو هيك؟ شو عم أحلم شوف الكلبشة محطوطة بإيده لهالزلمة؟ مو مشان اللي عمله فيني، بس هو لازم يتعاقب على اللي عمله بملك. طيب ما تفكري بالموضوع بتتضايقي. يلا ضمني شوي. يعني بكفي مساج هيك؟ والله إذا بتضل عم تعملي للصبح ما بقول لا. طاهر؟ أنت وفكرة بيك عم تحكوا؟ ما حكينا من زمان. شغله مع جينجو هو السبب ما؟ هو بيعرف. هو رجع مراد لعندكم، وكمان أنقذنا من فيدات كرمالنا أوص وحيده. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.